بعد ما بنعمل الوظائف الرئيسية في البرنامج، المفترض بقى ان احنا ندخل شوية في الانترفيس نحسنها شوية. فالجيو اي لما هتحسنها هتبدأ توضح لك كل الخطوات اللي جاية اللي انت محتاجها، علشان ايه ما نحصلش كده. انا بخليها التصادم بيحصل عند المسافة 40، علشان احنا هنغير دول بكائنات اساسا كبيرة شوية عن الدايرة دي، فعشان كده تبقى واضحة شوية. لكن انت طبعا لو خليتها هنا 20 هتجيب لك الايه المسافة بالظبط، طب الاصطدام بالظبط. احنا هنقفل ده كده ونبدا نزود بقى الانترفيس شويه. طبعا اللعبه انت بتبقى مصمم لها شويه تصميمات، يعني انا هنا الفولدر ده حاطط فيه شويه تصميمات للعبه. دي صور بقى بتجيبها من على النت، بتنزلها مع اصوات بتنزلها من على النت، بتعمل اللي انت عايزه. فاحنا هناخد ديت يعني صوره الكائن لما يمشي للشمال هيبقى بالصوره دي، ولما يمشي لليمين هيبقى بالصوره دي. القلب الاحمر اهو، القلب الاسود اهو، الخلفيه اللي احنا عايزينها اللي هي دي، ودولت اصوات. لو خبط في القلب الاحمر هيعمل الصوت ده، ولو خبط في القلب الاسود هيعمل الصوت ده. فاحنا ناخد الملفات دي، لازم تحطها في نفس المسار بتاع المشروع بتاعك. فاحنا عاملين هنا المشروع من البدايه خالص في الفولدر جيم ده، هنحط الملفات بتاعتنا ديت هنا. وبعد كده نبدا بقى ان احنا ايه اول حاجه نعملها نغير الخلفيه. فالخلفيه هنا اللي اسمها ممكن نعمل فيو هنا لارج عشان نشوفهم. الخلفيه اسمها باك. فاحنا اول حاجه هنعملها ان احنا نطلع فوق خالص، واحنا بنعرف المين ويندو بدل ما نقول له بي جي كلر هنقول له بي جي باك، باك جراوند باك، وهنقول له باك دوت جيف. خلي بالك الصور كلها لازم تبقى جيف، مش جي باج ولا بتماب ولا بي ان جي ولا اي حاجه. البايثون اللي هو التيرتل ما بيتعاملش غير مع الجيف فقط. فاحنا كده عملنا الخلفيه، تعال نشوف كده الخلفية اتغيرت ولا لأ. الخلفية اتغيرت فعلا. طيب نبدأ بقى نغير الكائنات ديت. أول حاجة هنغير القلوب الحمراء والقلوب السوداء والحاجات دي. فعشان نغير أي حاجة لازم تعمل لها ريجستر الأول للملف بتاعها. فاحنا في المين ويندو هنا، بعد ما تعمل التريسر تقول له هنا المين ويندو اللي هي دي دوت ريجستر، هتسجل الاول الفايلز اللي انت هتستخدمها. فانا اول فايل هستخدمه اللي هو الريد هارت ده مثلا، فاقوم اطلبه كده كنترول وسي واقوم حاطه هنا. فيبقى انا كده عملت ريجستر لي لده. هنكرر بقى الكلام ده مع التاني اللي هو ده البلاك هارت. وهنعمل نفس الكلام للليفت والرايت اللي هم صورة الاكتور اللي تحت خالص. فانا هنكرر الجملة دي برضو كده كنترول سي. هناخد الليفت ده هنحطه هنا، وهناخد الرايت ده نحطه هنا. كده انت سجلتهم. هتبدأ بقى تغير الشكل بتاع كل واحد من دول. يعني الاكتور هنا بدل ما تحط له كلر هتقوم قايل له دوت، وهتقول له شيب، وهتقوم قايل له هو الاكتور في البدايه نخليه بالايه بالرايت دوت جيف اللي هو ده. وبعد كده اثناء تغيير الاتجاه تحدد بقى الصوره اللي انت عايزها. يعني انا هنا مثلا وانا في الوايل هنا، لو كان الاتجاه شمال اول ما يبقى الاتجاه شمال على طول تقوم قايل له اللي هو الاكتور دوت شيب، وتقوم قايل له خلي لي الاتجاه بالليفت دوت جيف. لو كان الاتجاه يمين على طول تقوم قايل له خلي لي الاتجاه بالاكتور دوت شيب، هيبقى بالرايت دوت جيف. طيب القلوب الحمراء والبيضة برضو هتغير، والسودة هتغير الاتجاه بالشكل بتاعهم. فهنا القلوب الحمراء هتقول له بدل الكلر ده هتقول له شيب، وتقوم قايل له هنا اسم الملف بتاع القلوب الحمراء اللي هو ده اللي انت سجلته، فهتقول له ده دوت جيف. وكذلك القلوب السوداء
بدل ما تقول له اللون بتاعك اسود هتقول له ما خلاص احنا مش محتاجين اللون اصلا، والشيب ده هيتغير خلاص، احنا ما ده خلاص ما فيش شيب اصلا هو ده، والشيب ده هتقول له البلاك هارت دوت جيف. يبقى انت شلت اللون الاحمر والاسود خلاص وحطيت له شكل الايه القلوب اللي عندك. ننفذ على كده ونشوف المستوى. في عندنا غلط هنا، مفيش ريجستر ازاي؟ سوري، هي ريجستر شيب، الدالة فوق هنا هي ريجستر شيب، بس انا ما كنتش عشان مش معايا الاديتور. ريجستر شيب، وهنقول له هنا برضو الريجستر شيب في كل دول اللي هو بتسجل اشكال. اوكي، لما نيجي ننفذ كويس جدا كده بدا الايه القلوب تنزل بالشكل ده، وكده زي ما انت شايف ان الايه ما عادش المسافات اللي هي اللي بتبوظ الدنيا، لكن ايه بيتقابل مع الحاجه بالظبط. طيب دلوقتي دي الحاجات الاساسيه، عايزين بقى نعمل هنا ان احنا نحط هنا بيانات عن اللعبه، يعني نحط ايه السكور كام واللايفز كام وهكذا. فاحنا في البدايه خالص هنحط هنا متغيرين، نقول له هنا السكور مثلا في البدايه خالص بزيرو، هو لسه ما جابش اي سكور، واللايفز مثلا نقول له بتساوي 10 اللي هي عدد المرات اللي هو بيقدر يلعب فيها 10 مرات.